واللقاء بقى يبقى مثمر ان شاء الله، لان ان في شاء الله ملفات كتيره جدا. ان شاء الله نبدا يا رب. بصناعه البطل الاولمبي اللي ذكرها كريم، لان في اهتمام كمان من الرئاسه بهذا الملف وبالرياضيين في العموم. فخلينا نعرف خطوات صناعه البطل الاولمبي بالظبط. المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي ده المشروع اللي قائمه عليه الدوله واللي بتنفذه وزاره الشباب والرياضه بشكل واضح، اكتشاف الموهوبين في كل حته في مصر. في عدد من الالعاب يمكن بقى 12 لعبه دلوقتي بيضمها المشروع. اخر لعبه انضمت لهذا المشروع هي كره القدم. عندنا تايكوندو، عندنا جودو، عندنا مصارعه، عندنا رفع اثقال، عندنا ملاكمه، عندنا كره سله، عندنا كره يد، بالاضافه لكره القدم، وكمان في تنس طاوله والعاب قوه. كل هذه الالعاب ضمن مشروع الموهبه والبطل الاولمبي، واللي النهارده كمان عندنا اختبارات بدنيه وفسيولوجيه في مركز شباب الجزيره او مركز التنميه الشبابيه بمعنى ادق. الاختبارات دي قائمه على اختيار الموهوبين والناشئين وفقا للمواصفات الجسميه وبعض القياسات اللي بتؤهلهم للانضمام لهذا المشروع. المشروع ده مشروع كبير جدا، الهدف منه هو إيجاد موهبة رياضية تمثل مصر في المحافل الدولية في عدد من الألعاب اللي ذكرناها، وكمان هيكون هناك في ألعاب أخرى هيضمها المشروع. مهم جدا إن احنا يبقى عندنا إعداد لموهبة ناشئة تقدر تكون نواة للمنتخبات الوطنية في الألعاب اللي احنا ذكرناها. المشروع ده مشروع بالفعل كبير، في رعاية كاملة للبطل اللي بينضم له.